ما سمعت الحق الله يضرب بها الدراري واقيلا غنسالي والرياكشن مورا هاد الحق ما تقوليش علاش خونا تعطل باش يحط لالبوم دابيتوس وعلاش قلبها زاندة شبك خونا الكوكا براسهم قاسهم باسك المهم دخلنا لقينا شي كومونتيرات زوينين عجبونا راه واحد شويه غتبان لك وحده هنا ثلاثه اللي قلنا لكم كانوا واعرين الليله ديال البارح غنحطوهم اليوم عاوتاني اليوم غنقراو كومونتيراتكم عاوتاني ثلاثه المقودين اللي يطربونا يخريونا بالضحك تحطوهم اليوم غادي نرياكتيو المول الصوت مجددا البارح كنا درنا واحد ديال ديك ديال تايتانو ماكي اليوم غنديروا ديال يوسري فوضى تحقيق صحافي ولكن قبل ما نبدا بغيتكم تسمعوا واحد النوطه مول الصوت او بيس مول الصوت بيس صفتنا واحد الاوديو باش تعرفوا واش التحليل ديالنا واخا حماق راه ديما تنفكروا ابراهيم زيزين وكدا راه بلا سمع عندنا 200 كيلو ديال العقل عندنا غير 3 غرام ولا ديال الحماق وانتم الكليكه ديال الحماق الرب ولكن سمع شنو قال في الوصف ديال التحليل ديالنا سمع والله الا حماق الدراري بالرجوله ستون شادين هو هذاك شرحتو كلشي كما كنت حاطو في دماغي نهار كتمشو بارك بارك ربي تبارك جوج كلمات صافي يعني الله واخا يلاه بدينا ودا يلاه شي الله دخلنا في الشهر الثاني يلاه بدينا ولكن راه واش حنا راه ما تنديروش لا ارتيست ولا حنا تنطوبوها وكذا كيف ما جات طوميه ويا جورا بالله ولكن ما جاتش كتلاح حماقين حتى درنا عقلنا ولكن يا خوتي اليوم معنا واحد الطير انا الضيف معنا الزكريا الحماق رياكشن زكريا الحماق رياكشن زكريا التايب مرحبا بك اخويا زكريا اليوم نشوفوا الصوت وغادي نشوفوا راه سمعت الدراري في الكومونتيرات قالوا لنا باللي راه جبت شي فضائح وشي دواصل بوز يا امي وابي واش نشوف سمعت هادشي هذا اليوم انا ما كيهمني لا بوز امورفي انا الناس هادو كاملين كنعرفهم انا كنت كنقرص معاهم الكاش هذا زيزو زيزو هذا عشير بوز واحد الاستاذ ديال اللغه الفرنسيه كيدير تيدير برانكاس هذا هو اللي كان كراش وقال له شرفي مع زيزو كنت في فرقه قديمه هذا زيزو كيبقى يدير هو اللي اصلا كان تورق هو وياه في ذاك الفيديو ديال بوز فاش كنعطيو خيس ورقوا زيزو هذا سمعش قال زيزو انا ما كيهمني لا بوز امورفي انا هاد الناس هادو كاملين كنعرفهم انا كنقرص معاهم الكاش شي سبع سنين كنعرفهم مزيان انا بوز عشير انا وياك بتناف ناموسيه وحده انا عشير انا وياك عشره شمالين ما عمرنا سكرنا ناموسيه ولا نوح ولا كذا ويلي صالح قوم صالح هادو
الشهادة شهيد من أهلها. يعني الشهادة جات من وسط الدار، بنادم نعس معاك في الناموسية، عارف كيفاش كتشخر واش كتنعس على كرسك ولا على جهرك اليمين، واش كتبقى هاز التريمة ديالك ولا كيفاش كتنعس؟ قطاش هاد الفيديوهات كاع ماشي بوزيسيون ديالك يعني غير ويكيبيديا زعما واش ويكيبيديا ويكيبيديا لا خونا لا جنيتي كاريا كامله وانت فاهم على المادية وجاي تفطر مع جورنال ويلي 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 شو شو قالو قالو كاريير ديالك كامل وانت صايم على المادية ما باغيش تبان في التلفازة ما باغيش تبان في الراديو ما باغيش تبان في ايديك وفي الاخر جاي باغي تبيفها مع جورنالي تفطر معايا طيب. المجال زوين يعني تفطر معانا نصبحوك صايم الصوت بدا تيطغى ويلي ويلي كاريا كامله وانت صايم على الماء غادي نقول لكم هذا الاوديو عمركم سمعتوه ديال زيزو ياك لا ماشي يقدر يكون هذا في شي لايف ماشي اوديو حيت ما مصهورش يعني خونا جبد شي لعبه من البير ولا كذا تقدر تكون اوديو يقدر يكون فيديو المهم الدراري في لي كومونتير الا كان شي واحد فايت سامع هذه اللعبه هذه يقولنا عليه حيت معمر لا عرفتي واش نقول النبيطه حيت معمرش واحد كلاش بوز باللي نعستي مع خونا وسركتي مع الناموسي لا ما دايرهش يعني هذا هذا شي لعيبه خونا دار خدمه الصحافه ودابا هذا فين خاص بوز هو مزيان خونا بدات يدخل كداش بدلنا كدا لا دابا هذه ماشي على الضربه الناموسيه دابا هذه الضربه ديال ان شنو قال لك يعني عشيرك حتى بان فيا اسمع دابا هي فري انت انه عشير وشد عليه ولكن هذا الراب ما يرحموكش نعسلو شي كلمه الناموسيه زعما وسقات عليك ما يرحموكش الراب هذا الكوبليات جيك صعيب الحزباك هذا الكزواج صعيب الجو شنو الفلو دابا غيبغي يجاوب دابا سهل هاد الديسك راه تعيش ميكسه مثلا وجاز هاد واحد اخر عطانا بيه واحد اخر يلا قال البارح حامله اهل يوم ثاني قال لك شفت شي ناموسي كلاشي هذا راه قال له قال له شكون قال له راه قال له البارحه صاحبي قال له دير راسك سمك ولا سبق لي بالرجوله راه البارح قال له مور الصوص يعني شي لعيبه يعني شي لعيبه الا كنت قلتها لك وما لقيتي لاش الحل باش تجاوبني شحال من واحد كيتفادى وراه ما كتشدو في الطريق يا راه فري كاينه ما عندكش نيت كاريير كاينه واجي بعدا هادي وسري فوضى فايت سمير هاد النويطه شكون خونا اللي هنايا ياك ما هذا شي صحفي مقاود فايت فضح شي لعيبه ولا يسري فوضى فوده ولا فوده يسري فوده يسري واش هو يسري دابا ندخلو نقلبو عليه من بعد ما قلبهاش هاد خونا يقدر يشرح لنا خونا شنو البرود اللي راه يلعب عليها زين شي لعيبه قالوا شي بلان زين داك زين امس شنو غيوقع لك من البرود اللي كنتي غتلعب عليها زين ايه هادي راه دالاس بيس هو اللي كان غيخدم معاه البرود ديال نفس الميلودي قال له البرود ويلي ونفس الميلودي ديال البيت اللي يخدم عليه بوز زاد بنادم الغيطا بنادم داك الانسترو ديالك ماشي الانستري هاد الانستري هذا كان عوال حط عليه يتوب ليه عليه وكان نفس الميلودي كاين في واحد الميلودي ديال حتى الدالاس هذا تيخدم مع بيرمودا الميلودي كاين شي هكذا راه مشاركين فيها الميلودي فريد اللي كيطار وتخيل لا يا لا راه كاين تشوف دالاس تشوف دالاس ولا هذه بحال كبرتي بدالاس وقوتي عليه معاه لا دالاس خرج لها صافي حيت هو كيخدم الفاميليا اللي تيكلاشي بنادم تيخدم معاه تشوف دالاس يو عاد بنادم تاعك فراسو هاد موصى وداخل واحد الدخيله مرتاح فرحان مع قاعد ويلي اليوم غنتحفص على بنادم ثاني ويلي شو راه 40 دقيقه غندير ويلي اليوم اش غندير لها دخونا حتى حنايا راه مش عليه اليد من الوقت سكات عليها من الغدر رحيميني نقسم بالله وحق الله على المنكر الحقيقة من الوقت سكات عليها من الغدر رحيميني نقسم بالله وحق الله على المنكر القيس كان شاف هاد السطر صاحبي غير سبارتي بان شكون لي بارانو شكون بارامونستر الحقيقة مع الوقر وسكات عليها من الغدر القوافي زوين يعني لو واجهتك بشي لعيبة راني تنوقرك فهمتيني يعني عطاتك شي حقيقة وغاتش نوقرك فهمتيني ولكن لا سكتي على الحقيقة راه نوع ديال الغدر يعني لما قلتي لك شفت انا شي نجلس حداك راه تنوقعني راه تنغدرك يعني انا من الصالح ديالك نقول لك سيري احسن من كذاب هذا هو البرنامج ديال تاليف العقول المدبره للارهاب
يعني كان تيورق بنادم وراق وكان فيه شي بلانات قال له راه انت يميني شي اللي بان لي انا بان لي غنقول شي واحد قال له يميني قال له ها يميني نقسم بالله اي انا راه تيحلف بحال راه في المحكمه وكذا هادشي اللي غادي نقول هنا ها يميني نقسم على بن راه زعما قاسم شنو سميتو سري الله على من سمع من هذا اسمع البرنامج اللي كان فيه هاد خونا شنو سميت البرنامج سري الغايه سري لي يعني شي حاجه سريه غنجبد لمك العروق وي من الفوق جبان صحفي البرنامج بنفس راه تحقيق صحفي يعني سري من غايه قوده بوز واقعه سير اخويا اخلاقيات ما تسمع بعدا ما كملناش مو قسم هنا بالله وحق الله على منك غانت فهاد السطر غنقيسك غانت فهاد السطر صاحبي غير صبر صاحبي غير صبر سير باش نجبد شي ناس بعاد لساني غادي غير صبر تيبا تكون لي بارانو شكون بارانو ستار اخلاقياتي ما تسمحش نجبد شي ناس بعاد لساني غادي قايله ليه تحبابك وناسك قال له مسيني المبادئ ديالي ما غتسمحليش ندخل معاك للعائله ديالك وشي ناس قرابك غير انت يا دي لعبتها فري وهادي رجوله منك البارح كنا باغي نديرو عليها واحد النقاش لا كتبت لا شوف الرجوله ديال لعبتها دابا انت راه بغيت كلاشي بنادم بعدنا من ختوم راه قلنا دابا ندير على شي باغي طيح انا رابور انا رابور باغي طيحني تقول لهم هذاك راه كتبتو منين تيجيبها كيفاش كاين عسل داموسيه مع ولاد القحاج زامل ولعب معاك في الجيم جبنتك الهضره بالرجوله هذاك الشيء كيكبر فهمتي ما كتبقاش فيها موسيقى كتولي روتيني اليومي بالرجوله قال له غادي نشوفوا شكون اللي بارانو واللي بارامونستر بارانو يعني اللي فيه البارانويا مهلوس وكذا ولا بارانورمال يعني ما غير طبيعي لا بارانويا شكون لي بارانو بارانويا بارا مونستر بارا 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 راكم بحال كدير شي وحش شي وحش النوع ديال الوحش بارا ولا وحش غير اعتيادي فداه المهم شي وحش مقود ركزكز ايوه واخا عندي دوسيات على ديك البنت اللي معاها كل ليله كايحلى ويطيب وناسك واخا راه عندي شي لو كيطيب وناسك غير الدقان واخا عندي الدواصه ديال خيتي ما باغيش نقول راه بانت لي شي حيفه طالعه بالحمار والله الا الاسطوره حمراء بسم الله بين قوسين الدراري اللي ضحاو معاه ها هما هادو هادو زعما غير بين قوسين راه شوف راه عندي شي نوايط معاودين على الخيتي اليوم في الليركس بالحمر عينيه آه خطا براسو نقاسو باسك ما غاديش معاك تربي على العدل بسم الله اول دوسي بان دراري اللي ضحاو معاك براسو نقاسو باسك ما غاديش معاك تربي على العدل ما حد كوكا ما واخدش هادي شي واحد باس هادي شي واحد باسوكا يا قاسو باس نبداو نقولوا بسم الله اوكي اول دوسي بان اللي ضحاو معاك براسو قاسو باس ناس بحالاش بالبرمودا وجينجي هذاك الشيء اللي بان داك الشيء ما بقى بعيد او جنتي من دوك الدراري اللي ضايرين في الدفاع مورق على الكونطوغاج ديالو شنو شي حاجه دي شي فريك دوبل سوس كاي دوبل سوس ولكن عجبني كيف كتبها براسهم قاسهم باسك نواطه نجاني فري الدراري اللي ضحاو انا سمعت باسك نيشان جاني خويا اللي سمع في الناموسيه باسو راه كنقلب على داك السطر شوف كنقلب على داك السطر الودن ديالي سمعت باس قلت هدا شكون باس شكون ويا راه باسوكا كان القوافي كاين كل بزناسك خطم باسك ما غاديش معاك تربي على العداله ما حد كوكا ما واخدش قد لي واخد بزناسك ويه جبد خونا كوكا تاكل ما قلتي سمح في كوكا مري عود هذا السطر هذا خويا صدقوا بنادم اخويا ما تغنيش على العداله وقال له كوكا مازال ما شفتش داك الفلوس اللي شاد تجي خرجتي على الزنا وعلى يعني انت كتغني على العداله انت كتغني على العداله والديمقراطيه وحقوق كذا وانت الناس اللي خدامين معاك البرودوسر ديالك ما كتخلصوش مزيانو وكل البليه واقعه راه قال له البارح طبيتي العروه ورزقو وزرد الكوكا وعروه ورزقو ما شاء الله كي قلنا هادو نوايط تيبقاو غير هضره نتايا يعني مقوي ولكن نوايط نوايط ولكن هذاك الاوديو ديال الفيزو هذاك واقع اللي قال له دابا هادي لا فري ما نعس في الناموسيه فري راه خونا شي حاجه يجي له في الغبره وشترا باس انا هاد الشاخو وفريت قوده مع كوكا ورا هادشي راه حيت كوكا مسك انا مشيت للاستوديو ديال كوكا دخلت للاستوديو ديال كوكا راه واحد دويره في واحد الدريب تدخل عاد تلقى واحد البيت كتلقى واحد الفو يعني ماشي شي كان شي ناموسيه تما كاين جوج بيوت هنا شي ناموسيه زعما غير بصح واش البوست كان كاين فوتو في الكحل طوال
ياك الفنوسيه الله شوف هذيك النويطه في البنات جوج بيوتا برا على اسمي هاولي لا ما حد كوكا ما واخدش قد لي واخد بزناس 5000 درهم خلاص الخمسه ديال لي برود واش ما كتحشمش هادو فايل ديال الكلاب ويلي ويلي 5000 درهم 5 ديال لي برود 1000 درهم تراك او انت ارتست قد كتسمع الا كان طاب هذا خونا واش ما كتحشمش هادو فعال ديال الكلاب شطايري 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 خويا واخد بزناس خلاص 5000 درهم خلاص الخمسه ديال لي برود واش ما كتحشمش هادو فعال ديال الكلاب لا ولكن عاوتاني انت راك ارتست مزيان قلت الوطن سبوتي نقول بحال دابا طوطو طوطو اللي عطاه 1000 درهم في البرود راه لا ما تيمركش غير ما تيمركش لا تا بوز فلو شنو واخا هكا واخا كلش ماشي شوف اخويا هو راه لا دابا هو كوما كانش عارف باللي راه تيخلص واحد اخرين كثر ها هو قالك تيخلص البزنس بكثر راه بين الفلوس ضايعه داكشي مش غادي تجي ديك اخويا داك ولا ديال سبير الكتابه وراه دابا شو شو تاع البزنس زوينه لا لا دابا كوكا اولا هو كوكا بحال الكوك اولا ثانيا البرودوسر هو اللي كيعطيك تيعطيك واحد النوع ديال المخدره اللي كيانسبيريك موسيقاتي كاتيا باش ترجع انت مع كوكا في الخدمه دابا مثلا دابا البزناس دابا البزناس كيعطيك هذاك الشيء اللي غادي تعيش به ياك مثلا انت بلي خاصك تعيش ولكن انت عاوتاني باش كتدخل للستوديو خاص كوكا يطيب لك شي بيت مقود كيطيح لك خاصك تعيش انت علاش هضرت على مثلا مثلا دابا انا وياك انت عندك مثلا استوديو 20 كذا طنطره حنا خدامين في لي برود ديالنا مثلا صوفيت انا اون فوا غادي نمشي لشي سين ولا كذا مثلا شديت 10000 درهم غنعطيك 5000 درهم وناخذ 5000 درهم عادي ليش المنصه منصه ولكن انت الا ضربتي 10 هاد المليون عطيني انا 5000 درهم عطيتيني 5000 درهم صحيت 20 ما عطيتيني 5000 درهم لا بحال ضربت شي مخلل وعطي وعطي البزنس تسد البريكات الناس تطلق عليه ديرو كي شوف مادام كتخش مادام كتخش برودوسي لا تدخلش الشجره كتولي عندك خدمه فهمتي دخلت خدمه غدير فيها صريف راه غيزيد يورق ترا نسمعوا الدوسي نسمعوا مرحبا مشهدو فايل ديال الكلاب كتفرق الكفاف فرق الكيكا بعدا كلو كلا جواد وخلص لاتيم الصاف خلص شكون لاتيم خلص شكون جمعوا على بيت فهمو كيدير الاله علاش تعطل ابي شو خلص لاتيم لاتيم الفريق انا كليب بوغ فهمتينا خويا شنو اللي متكلفين لك بالباج ديال الانستغرام نطوروا لهاد السطور هادو كيعني سطر واحد من 5000 درهم غير شرح هذا زاد في الاضافه بيا خويا شطايره فهمتيني وتي ياكل عباد الله وقال له كتفرق القفه واش كان خونا تيفرق القفه زعما ياك ما بوز كان تيفرق القفه في رمضان ولا العيد ولا شي ماشي القفه ولا على الكلاش ملي قال لهم انا جاي نفرق كاين كاين دوبل صار قال له بحال القايد بحال القايد كاين مرة بعدا قال له فرق على الكيكة على بنات خلاص البازا عنده جاتي من الصاف هو قال على بيت فهمو كيدير الاله علاش تعطل ابي شوي خلاص البازا عنده وين جمعه العبيد علاش تعطل اجي اجي تفهمو كيداير الاله كيدير الاله علاش تعطل اللي كنتو كتسناوه انتوما وكيقول لكم نهار فلان فلاني غنحطو علاش تعطل ويلي غيجبد شي نابيا مقاوده غيدهشرني راه يا ديال مقاوده ودابا عاود غادي يشرحها علاش خونا تعطل باش يحط لالبوم دابيتوس وعلاش قلبها زانده ماشي راه حيت لالبوم ما كاينش من هو غيورخها كاع بس ما سمعش شنو غايقول جمعوا على بيت فهمو كيدير الاله علاش تعطل ابيتوس ولاش قلبها زانده 20 مليون عطاتها شبكه افون 12 مشات في طوموبيل و8 شمها غير بايضه كنفهمو واش نفهمو اسمحوا لي الدوبل سونس دابا بهذا اللون صعيب تقرا لان صعيب تيقو لان مقوده حقيقه كتضبر وفي نفس الوقت البوله الحمراء كتعني الخطر اللون الاحمر والبوله الحمراء كتعني المخدر فرقوا بسكوبيس بوله حمراء يا بوله 20 مليون
حطات الشبكه افون 12 مشات في الطوموبيل و8 شمها غير بيضاء حطات الشبكه يا شفني البورش لاين لا لا دا العوافي حيت خونا فريت قدا طويمي بالجديده راه الشوابيه باش عق على الدوري في السطور وخونا فري ولا تيشم حيت هو ذكر عندك الدروب لا ابر مور كل اللي هو اعترف بها هو قالها قول لي الخبره شرا الطوموبيل فهمتيني فين كان تيمشي تيمشي عند شي خيتي عرفتي الا مشى عند خيتي فاس فاس ولا كازا ميم فاس لا قالوا الفاس كتبدا بالميم كتبدا بالميم على ودي فاس عرف الكبكي اجي تخرجها بالخف عندك جمهورك غبي ونتايا فيهم غير سارح قالوا نعترف ليك حيت لقيتي التخريجه بالخف عندك جمهور غابي وانت فوق منهم سارح باينه ولكن باش نديرو الدوبل سونس نقدم واحد السطير مرحبا لعب بواحد الكلمات اللي كتستخدمو ضدو هو السراح تيقولوا له وكذا تستخدمها وتيقول حتى السراح قال له فلاح سير تسرح بالدولي فهو لعب بها والعبيد شنو مالك يتسموا العبيد هما دوك تيكونوا خرفان قاطع يعني عندهم تفكير محدود فيعني ديال السريح شيب اللي جاب الخف عندك جمهور غبي ونتايا فيهم غير سارح الو شبكة عندي لكم ديل جديد ربوا به المصاريف وكلشي واكلوا ربح فيهم غير سارح الو شبكة عندي لكم ديل جديد ربوا به المصاريف وكلشي واكلوا ربح ويلي يجرلو الكليكه زعما ها واحد بلان جديد كدا تخدموا على راساتكم ديال بصح ما داك شكون هما هاد الشبكه ولكن اخوتي ما فهموش لا راه الشبكه هي اللي دوى عليها بان اللي عطاتو 20 مليون ودابا شكون هي هاد الشبكه شنو كيقول شي هادي شي لابيل ولا الجروب ديالو التيم ديالو يقدر يكون سماهلو بالشبكه ياك ممكن تكون التيم تعطيو فلوس ولا هادي شي لابيل يلاه دخل معاها والله ما على بالي بلا حماق زيدوني 5 مليون نزيدكم او بي ابرا كادابرا هكا خرجت زانده زيدوني 5 مليون نزيدك ابي ابراكادابرا هاكا خرجت الزنده شفت ما خرجش الالبوم ولكن خرج غير الزنده على ود 5 مليون باش يخسرها غبره بالزربه هو خصو غير الفلوس 5 تراكات وفي الاخر تيعطى البرودوسر غير 1000 درهم يعني بحال كيخلي 9000 درهم غير البيضه مورك ويلي ويلي وهنا غنرجعوا اللي قال له ستار كله ميلودي وعاد فهمتيني الكزبودي وانت كنت تما كاين بوت ما الصدر موشوق به شكون انت باش نقسم لك واني الا قسمت لك بالله راه غنقول لك شي حاجه اللي فريم ويلي 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 الا كنت متقي الله حنا فابريسيو روما فابريسيو روما ديال الراب كاين مرصوش ولا شاف فابريسيو كان سيدنا عمر بن الخطاب قالها غنقول له اللي قلتي انت يا قبيح فريم ملحدين وتيقول لك اللهم يسر لا دارت شي دارتي ربي ولكن روما ديال الراب غادي نقدروها كذكاء في الكتاب روما ديال الراب ما هي قابله انها تكون كذيبه ولكن سمعت باش نقول له هنايا ما تمشيش غلطين ماشي اومبري اومبري هو الرجل بالصبريونيه ولكن زعما خونا راه ماشي راجل ولكن اسمع بالصبريونيه واش حيل اخر قال له بوز نو موتشو ام راح زعما دار شويه الصبريونيه ضربه بالصبريونيه دير له لعبو زعما العافيه اللي باغا يشعل كاع ما خرجت بارده كيفاش كاع ما خرجت بارده يعني راك شعلتي العافيه ولا تحرق راسك تحرقك فهمتيني البركان اللي بغيتي كتبقى وحده وكذا يعني زنده زنده لا بلان بلان واحد لا نبقاو في نفس السياق الفلاح وهادشي اللي جاي نقسم بالله تبصح لا تيحرد تيخيط اسمع اسمع هاد الحلقه اللي يضرب بها الدراري واقيلا غنسالي والرياكشن مراد الحلقه لا ما تقوليش اخويا لا شروط المحسن اللي كرهتيه في لارو خدم يجيب اللقمه من اللوزين ديال الماك شروط المحسن اللي كرهتيه في لارو خدم يجيب اللقمه من اللوزين ديال الماك هادي غير شهره وتقول غير تحياتي ولاني راه تحياتي راه مقوده الصراده محسن كرهتيه في الفن كرهتيه في لارو وقال لك كلشي وخدام يجيب مش دابا ولا كيخدم الوزين ديال الملحه دابا ولا خدام في الوزين ديال الملحه غير على ود انت كرهتي الملحه شحال تيخدموا ب 70 درهم في النهار غير موده من الجع هذا جماله لا لا هذا شي خويا قال له شرف زعما تكون زويون اسمع المحسن الدراري اسمع المحسن اش عنده ما يقول
هكا كتخدم تكون معايا واد الضيت على العبيد اللي عندي وغادي نلوح لك غير فتات انا اللي حاكم موزار وغاب صبع ايدي نحرم عليك الارزاق نسد الروبينيات يلا داكشي اللي انا واقع نكمل هاد الكليبي كجواد ما خلاكش تشوب الخبز اللي بك جواد راح حبس من الكذوب الخوف اللي فيك جواد ما يخليكش تجاوب ما خلاكش تشوب قوي هاد الكتابه فراش شي لعب قوي فيات كاينه كاينه عنده فوكاب عنده قاموس لغوي زويون قاموس لغوي كاين الخبز والخوف والخبز والكذوب الخبز الكذوب كلمات باللغه العربيه البأس الخبث والخبائث نعوذ بك يا رب ما كتبغي تدخل للطواليت حمقني هذا نوع حمقني يا كنت حمقو هاك كتخدم تكون معايا ولا ضدي البارح كنا تنقولوا علاش ماشي بنادم يخرج مثلا من تحت الدرع ديال البوز ولكن ما يكونش ضده خونا قالنا قالوا انت راه لا لا قالوا البوز ما تعطيكش هذا الاختيار اما معايا اما ضدي ما يمكنش قالوا انت راه هكا اش تخدم حتى النيو قال لك جنون العظمه في جنون الارجيسي قالوا ما نقولوا نرجسي ونرجسي تبع العبيد اللي عندي وغادي نلوح لك غير الفتات اسمع تبع العبيد اللي عندي نلوح لك غير الفتات غير 1000 درهم البرود انا اللي حاكم موزار وغاب صبعي وبصبع ايدي نحرم عليك الارزاق نسد حتى الروبينيات صبع ايدي الخبط اللي فيك الجواد صبع ايدي تيلي ما خلاكش تشوب جواد ما خلاكش تشوب يعني فيك الحاقد ولا شي لعبه خايبه الخبز اللي بيك الجواد غا حبس من الكذوب يعني انت كتبغي غير فيك الماكله لا باغي غير الفلوس الفلوس خبز اللي بيك يعني ما كانش شي زعما كديرهاش في الافاره وطاني ونتايا مازال باغي دير القاطع الخوف اللي فيك جواد ما يخليكش تجاوب زعما خونا مدهشر من مول الصوت حيت مول الصوت عنده الدوسي شنو قلتي لي اخويا الاسم ديال البرنامج مول الصوت غايه سري سري للغايه دابا راه ما بقاش الغايه دابا باقي شويه سري لا لا تسبى هيك من نص تراك غتولي الشويهوك وحق ربي لا داك شنو سميت ديك الباج الفرشه الشويه الاكسبورت اجي كمل هذا اللو اجي كمل هذاك بلاك اسمع خوتي راه ضربناش 25 دقيقه غنسمع سير زار وغا بصبع ايدي نحرم عليك الارزاق ونسد الروبينيات الخبز اللي فيك جواد ما خلاكش تشوب الخبز اللي فيك جواد غا حبس من الكذوب الخبز اللي فيك جواد ما يخليكش تجاوب بلا دي اس تحبسوك فلاسين حتى هو غا كذوب قال لهم لا دي اس تحبسوني فلاسين ما خلاولناش نطلع كذا قالت هذيك راه هو قال هذيك المره بوش واد اللعيبه بحال اللي تيدير لونكير تجاوب ورانك عاود بحال شي يدير ليه لونكير قاعد باش يجامل لك القضيه معاهم كاين اللعيب عاود شو تخيل كليب فري فري تخيل كليب شي يدير ليه لونكير اللي فيك جواد ما خلاكش تشوب الخبز اللي فيك جواد غا حبس من الكذوب الخوف اللي فيك جواد ما يخليكش تجاوب غام دي اس يحبسوك فلاص انت فري 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 كاين عجبتني واحد الميطا عاوتاني في هذا السطر الاخر دار واحد القويلبه خونا هذا الصوت كيتنوزق شنو قال له الخوف اللي فيك اللي جواد ما يخليكش تجاوب يعني جواد الا ما جاوبش راه حيت خايف ماشي حيت ما سمعش هذا ولا ما طربوش حيت خايف راه يطو ولا جاوب مو الصوت اولا غيربح من جوج جهات غيربح بحال فيكو غيطلع اكثر والامر الثاني ممكن بصح اينيكو بالحقائق يجبد داك شي حاجه مقاوله فري دابا راه جبد اوديو وجبد غير الهضره 40 مليون 14 مليون هنا 6 هنا وكذا غدا ممكن يجبد كلبون جاوبت تعقل على هذا فري كيجي في السنيه ديالو غدا يجبدوا التصويره ديال مع خونا في الكاموسيه هو مزيزو لا شوف انا شوف الا ما جبتش ديك النميطه في التراك ما غيطربنيش هذا الشيء خصو ضروري يجبد زيزو في الناموسيه هيا فيرس كل فاكس هيا فيرس كل فاكس زيرو ايجو تريب زيكو زيكو غير ايكو تريب ما هضرتش كاع على راسك نويقه فري ما هضرش على راسك ما هضرش انا مقود دا قال لك انت نويقه فري قوي خويا ما كاين كاين ما انتبهت لا حيت كلشي تيعرف شي حاجه تبقى كلاش ايكو كذا انا انا اسمع خلي بان نقصر الله الضواصه مازال عطاه الله الضواصه العبيد العبيد كتقولوا كنقصر غير الاولد سكول اوكي برودوس وي سويتشي دابا ضربت دالاس بيت في الدقائق الاولين برودوس ودوزا برودوس دوزا دوزا بنادم جايب الطون دوزا خويا قال لك ويلي البارح قلنا عنده حطات سامبل ولكن كان ديكوراهم بديك التعاميرات كورونا
تكزك باز اليوم قال لك لا انا غنهرب في الستيل حطات الاولين كانوا فهمتيني زريمري اجي تسمع الحطات الثانيه وتا لا زيد اخويا زيد زيد نقول بسم الله نجدو نغط سلاح تشيبو ديمات في ملاح لجو بجي الفلاح عبدالك تصنط عبدالك تابة ومساح ما غنخليكش ترتاح خد وقتك كانت تسنى مرتاسة ترولي دروسي نجات الجيتي قادر نحبسها بيديك قول ترافيس سكوت ترافيس سكوت مول الصوت تركني الصوت السكرة مرسى مكنعشي ما مكنعشي شوف شكون ما وقفش مور هاد المكان تسناك كون بقينا غاديين رسى اولا غير باش نقول قدروا القافيات هبطة كاملة سبع اوات شتي الحا كاملة سبع اوات عاودها خويا بغي عاودها ضروري ولكن بدينا غا نقول بسم الله وجد ونو تسلاح غي يهودي مات في الملاح ويلي دابا اليهود كانوا تيعيشوا في الملاح تيكونوا منهم بزاف بحال خونا بحال خونا قالك غادي نقتل انا غنقتل غير الشفار زعما راه غانيا نفس هذا قالك غير يهودي مات في الملاح تنقولوها الناس ديالنا دم طلق حنا راه جدودنا وكذا لا 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 بزاف الى جاو الفلاح عطيني ودنيك تسمى اسمع اسمع اخوتي قالك الى جاوبتي الفلاح عطيني ودنيك تسمى غابت الكتابه ومساح غاب داك كتابه ومساح لان فما غادي يقول ساليت ما غنخليكش ترتاح ما غنخليكش قال لا وي قدرنا عليه ما غنخليكش ترتاح صافي بنادم هو خاص بقنا هو خذ وقتك كنتسناك ولاك يا امي ولا مول صيط خذ وقتك ريط هذه النقطه اللي قلنا دابا ريط نيت وحبس اخويا لا تبزكوا لك الدخيل مرحبا سالنا عاود عاود لا لا هذو اللي دروسي نجات الجيش درنا 30 دقيقه ما بغيناش نعاودوا بزاف اسمع اسمع هاد الدخيله ترتاح خذ وقتك كنتسنى اسمع هذه هي طباتني فرصه الرول دروسي نجات الجيش قادر نحبسها بيديك اوه كتردينا بيدك كنجاوز ماشي انا اللي نقول سيدي ولا طنتي بها تديك هي دابا جات على ايديك يا ولدي كارير مخاطر لي هما سوق شكون اللي غادي يباليديك اول قصه كاين لا رد شوف 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 دراري دراري البارح سد لواحد الثقابي دابا جابو بطراكاس ديالو البارح كنا شاكين بعدا عطينا نغديو الايغو شي شويه البارح ملي تبزكنا له شنو قلنا قلنا حطاه عنده سامبل يلا ديكورام ديك الليل اليوم هو واخا ماشي هذه لينا مقصوده ولكن برهن لينا والكذا باللي راه عنده حطات وستيلات وراه عنده الصوت فري عنده الصوت والصوت اوتوشيل بلان سمع قرطاسه درو لي دروس الى جات الجيت قادر نحبسها بيديا يعني ما يمكنليش نخسر واخا تجي في نوبتي القرطاسه لا ماتريكس كنت طبز القرطاسه بيديا فري فري خونا لا ماتريكس انا عارف حيت القرط حيت الماتريكس هو على الحقيقه خونا كان تعرف الحقيقه وكان تيورق الكذوب لهذوك الخرفان اللي عايشين في الماتريكس اللي ما عارفينش ريد بول هربنا هذيك الحقيقه بصح كي كتب الاحمر ويلي ويلي كارونت سيت ويل الشيء يا رب الناس يا رب الناس كان خصو يدير غير داك السير اخر بالزرق فري راه الحقيقه ريد بول سير انا اصلا ماشي راه نسمع قال له حسبني كافر بدين عبيدك بدين عبيدك اجواد اصاحبي ماشي انا اللي نقول سيدي نويت غادي حسبني كافر بدين عبيدك وماشي بدينك وبدين عبيدك عند عبيدك شي عبدوك مي بغيت انت وانت انت ما كتبعش دينك حتى ما نمشيش يقولك الدين ديال الله الدين هادشي واحد ينسي يقولك الحمد لله اللي عرفنا الاسلام قبل المسلمين اخويا راه بغيت تدخل في الدنيا شي فريانين البريك كراط الموت طالبتي بها اللي طالبتي بها تديك ديما تيقول بغيت نموت هاد اللعبه ديال الكلاش الاخر قال له الا غير بحال هادو الموت عافاك الديني وراه هي هذيك الموت اللي طالبتي بها هي عجات تديك جات على يدي يعني انا اللي قتلت نحبسها بيدي احسن لعبه من بدا المهم نفس الكلمه ما عنديش كارير نخاف عليه وما سوقيش شكون اللي غادي فاليدي المهم انا وصلت داكشي اللي كنت باغي نقول بيدي دابا مول الصوت
ممكن يكون تناقض مع نفسه هنا ممكن لا ماشي تناقض ما عندوش كاريره صاحبي يخاف عليه شو هو رابور الباقي عين اصحك اصحك شنو مرحبا ما عنديش كاري نخاف عليه هذاك الشيء علاش انت مضحي بالكارير ديالك حيت ما عندكش علاش تخاف يعني ممكن الا ربحتك راه الريسك انت اللي عندك كارير خايف عليه انا ما خايف على والو شنو هي مره كنبان دابا حماس الا مات كيربح ولا ولا ولا, ولا قتل كيربح نقدروا نشوفوها هكا ولكن المعنى الثاني اللي بغيت نشرحو ليه انا هو ايضا كتعني انا ما عندي تقل وانا غير نجرب وانا جا خسرت هي هذيك ما خسرتش غادي نربحك ولكن هو اصلا ما عنده ما يخسر حيت ما عنده والو ممكن تشوفها بالمقلوب زعما انت اصلا ما عندك والو انت بكر قلتي ما عندكش كارير شنو بغيت نقصد زعما راه ممكن تلعبها ضده بحال كتقول انا اصلا ما كنمشيش للمدرسه بحال دز بحال ما دز ثانيه داك الاستاذ شنو تيقول لك ماشي خسرت انت كنت خسرتي ثانيه وهذه النويطه فهمتيني يعني ممكن تقلبها عليه فريد تريبل سانك سونس ولكن نويطه شديك ايدي كي كتجي ايدي فاليدي ديك ايدي قبيله وانا شنشوفها بزاف شي لعب بها اصلا ماشي رابر هذا ماشي كلاش هو غير اونكيت شكون قال اللي بالي دري شيري واه كنسبقوا بنادم كاينه قلتيها صدق الله العظيم خويا كاينه قلتي بحال كاينه بالحرف بالحرف ديال واش الخصم انا والله ولكن التنبؤ زدت لونكيت انا في الفيديو لا قلنا قلنا كنا كاينة قاعد قال له انا هذا ماشي تاك انا ماشي رابر لونكيت كاينة انا اصلا ماشي رابر وهذا ماشي كلاش هو غير لونكيت شكون قال باغي بيت معاه انا كندير غير الحصه اللي قريت كندير الحرفه اللي قريت هو قرا الصحافه انا غير صحافي وكندير معاك الصحافه غير جاب الله تنعرف الانسترو شويه نتمشى فوق من هنا كاريير في الراب اه وكي انا ماشي راب بحال لاش بشكل اهم هادي بحال لا درت معاك انترفيو اوديو اوديو انت ما كاينش هادي راه بحال تكون شي حاجه جديده راه عمرك تجيب شي واحد مثلا رشيد شو غيعيط على مغني مثلا عيط على رابور السين كامله يبقى يخدم معاك انه رشيد يبقى يدير مع الانترفيو بالراب فهمتيني بحال هكا كبرك قالوا لنا صحافي ولي داك الانترفيو اللي ندير مع بالصحافه ندير مع الراب القافيه والحطات وكان حتى جاتو اسماء المنور كنلعب معاه بالسيله غادي نزيد نربيه بواحد الدوبل ديال التريب ديال 50 ياك انا اصلا ماشي رابر كاين واحد خونا ما عرفتي بقى يقول انا رابر سوبر هات فاير شكون تعرف خونا هذاك خونا الخيبر تيجيبوا له مثلا شي واحد كبير مقاود ياك وتجي كتكراش على كنت كدير فري ستايل مع في ستريت باتل في الشارع تيرابي وكدا وخونا ديما تيفرع بنادم ولكن هو تيبقى يقول انا ما كنرابيش وكيفرعك هو ناعس ديما شاق بنادم في الباتل تيقول لك ديما شاق بنادم في الباتل تيقول لك ما عنديش شركتي ناموسي مع زيزو وتيمشي وكلشي بقى صافي سوبر هاف تعطيك نويطه واحده قال له بخيس الراب يلاقاني مع الرجال ما درتوش باش نتلاقى مع لي بون انا واش انت انت البنك كتبغي غير العاقه تقصد غير الفلوس اما اللي ما ندير بك الهضره انا بغيت نلقى الدراري اللي هما مرجلين وتيبغيو زعما الدومين على ود الدومين تيبغيو الموسيقى كاين خوتي البارح قلت لكم بلي انا كنختلف مع هاد النويطه ولكن اليوم هو ما ذكرش في الادسنس ذكر بصفه عامه في العاقه فهذه ما نقدرش نختلف معاه فيها ما عنديش معرفه وكون قال غير ادسنس نقولوا لا خونا ما تيموتش على الادسنس ولكن انا قال في حياته الشخصيه بحال هكا طوموبيل تيهضر على العمم كدا كدا ممكن بصح بعدا قالوا راه تقود مع الرجال حيت بوز عنده مشاكل مع كاع صحابه كاع بنادم اللي في يعني راه باين بلي تا هو فيه شي اشكال ممكن هذا هو انه كيدير عروه ورزقه ولا تناس في الناموسيه مع زيزو كاين الوار قال له ما حد الببليك كيعبد الرواطه قريبا الراب غيدخل في الحال اتقوى داك فراي راه انا هذيك السطير فهمتيني شويه ديال الحياد وهاد ديروا شي الحياد سمع سمع قول ما تسكن فوق كما الناس غير اللي فوق من تنا ما عندهم خسر من تلتقى في الكاس
شنو الله يعفو فيت مخوص غير من التلصيقه في الكاس شنو نويض القهوي اللي مقودي كيفاش صغر من الدكه اللي كتبقى في الوقت هذيك التلصيقه ديال 12 الليل يا خويا سكتوا عليها لا 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 تكون قلل كاع من هذيك وديك التلصيقه اللي كتبات في الكاس انوار كدير قال له البارح قال له الخبز الكارد انا واقعيا تعجبني ملي شي واحد كيبدع بشي سبه فهمتيني دابا انت واخا تسبو مثلا بحوايجو قال له بنادم مثلا قامي جاكارو انت تقدر تسب القاميجه ولكن تجبدها في شي نويطه بشي ابداع كتبين ان عندك شويه الابداع عندك مخيله عندك بوكاب هرب سيبي خاصكم كاس عليه نفس اللعيبه قالوا نركبوا الماج انت شكون تسوق الكمارتك ديال النحاس الكمارت النحاس ولا النحاس قالوا ولا النحاس اما انت فاكش الا قلتي عليا قال له اما انت الفلاح الا قلتي عليا فاكت وحده غير حقيقه وحده جبتيها قال له صافي نسد هذا الشيء نسد الكراج يبقى لا مول الصوت لا والو قدام الناس هيا راه قدام الناس شهدنا قوي هذا مول الصوت مول الصوت الثقه في النفس راه بزاف قوتي مول الصوت لا راه قسم بالله اخويا لا ماشي على الكذوب دابا حتى الاخر ممكن يكون عنده شي بريكيك ديالو يجيب له شي نابي على مول الصوت يضرب هو بها خاصو ما عنده والو حيت انا مشيت مع هذا الدوسي ديالو نقي الدوسي نقي ما ديرش ما تخافش كاين خويا صافي عرفت انا خرج ليا من عقلي سبقتك خرج ليا من عقلي لا تخاف نفس بزاف تشهد عليك البوبليك كامل فهمتي تحالف مع شي بلاد شوي ودبرت انت بشي سلاح ايراني تحالف مع شي بلاد شوي ودبرت انت بشي سلاح ايراني ودبرت بشي سلاح ايراني شو الحماق الشيشان هادو اخويا يا ناوي الا كنتي كاين اجي نفاري واحد بجوج هاد الليله نيت كومبا خويا ولا باي كومبا ولا كجاب ولا لا تحل معايا مول الصوت في بوست بكري ما تطق لي ما تحك لك صافا جانستا يبقى عليه الخوف اللي فيك الخوف اللي فيك الخوف اللي بغيتي يا جاوة سبيسي نزار سبيسي جاوة دمت نشنو غا يقول تعرفوش ما يعرفوش مجاي تقول هاد لا ما كانش لا فوز غيدير له فوز غيدير له فديك اللعيبه قالوا تخرج من لساني نيراني يا بحال شي نين ديال الراشين ديال الصينه صاحبي فهمتيني وقف عليه هونغ كونغ فهمتيني كونغ فو شاولن كونغ فو شاولن اخويا الهواء والارض الرياح والمياه والنار يعني فهمتيني قوه السبع الطبيعه اشوف دخل فيه واه وكقصر عليه طراب دخل له بواحد لا لاعب شوف كسابه وحطها بالرجوله دارك خويا خويا مول الصوت كتدخل بين الظلام ولكن تنجبدوك ما تخافش ما تخافش ما تخافش صرصات ماشي مكا طلعوا غادي يلوحوا اصل امك من فوق البيراميد براش طلعوا غادي يلوحوا اصل امك فوق البيراميد اصل امك من فوق البيراميد
بيراميد هما الاهرام ديال مصر. الاهرام يعني دابا انت راك حسن كرك فوق الاهرام وكدا وهادي راه قراها براش هاد رماد رماد راه قال هاد اللعيبه في ديك في ديك كولورز شو راه قال له حاس براسي بحال كل عام كنزيد نطلع درجه في البيراميد كيضرب دابا شي وخوش بتسمور اكس راه شايفين جبدها كامله كاينه خو غيبقى فيه راه قالها مات في واحد اللعيبه قال كل عام كنحس براسي بحال هاد اللعيبه كنزيد درجه في البيراميد اي غيطلعوا حتى هي البرا شي لو تنقولوا في العربيه البرج العاجب هذا تحس براسو فوق فلونغلي فوق العاوي مش شتي شايفين راه دابا قال له براش غيطلع غيرمو الدين ديالنا من فوق البيراميد اخي ويقدوا الدراري حيت بانت لي دابا حيت على هاد الدراري هاد الجنتي وهادو داروا واحد التدويره به قرابين له انت طالعين في البيراميد فهمتيني يعني ممكن شي واحد يرميه من فوق البيراميد اجي نقول لك ما كانش في الارت وورك ديال شي واحد فيهم واحد البيراميد شكون اللي كان داير البيراميد راه هو بوز ياك هو اللي كان داير البيراميد اصاحبي في هل معقول الاختراك الاول نهاية المشرف نهاية المشرف طيب الله اوقاتكم مع السلامة قرب الى الجيوغرافي بي بي سي بي بي سي عربية تحقيق صحفي خوتي هاد الشيء راه بدا تيخلع وفي نفس الوقت هاد الشيء ناضي بالرجوله مول الصوص طربسينا في هاد الكلاشات طاك شابة فلو لعبة هادي شعلتيلو الضو الحمر عرفتي فينا تشعلو بالرجوله الدراري عجبنا مرصوص في التراك هذا كاين التراك نقي شي حقائق دابا نكتشفوه من بعد يعني ما كنتيقوش حنا 100% اي لعبه المهم الا عجبتنا كيفاش جات لا هو كاين داكع في الكتابه وفي الاتهام هذه ما غاديش ما غتحيدهالوش عرفتي بان بعدا مدلك له 12 مليون في الطوموبيل 8 البزناز الكوكا فرحت كدابا بحال الهربه على درتي شي واحد في شي بيت ودرتي له بزاف ديال المصيدات وقلتي له راه الباب خرج منه بحال كيفاش يدير يخرج خصو يعرف فين يحط رجلو فهمتيني كتحط له بزاف ديال المصيدات شاف واحد اللعيب بحال شي واحد فهمتيني كان مشبوه به جابو شي محقق ولا شي لعيبه وبقى شي بروبوزي عليه كاع داك الشيء اللي دار دوسي كامل وكيولي جاني راه قال هو جاني هو مولف على فري فهمتي البلان واخا يقدر ما يكونش كيولي تحت الدار جاني وتيقول له شوف صح حسب الدار وتيدير له ديك اللعبه ديال شوف غادي نقللوا من المده لا عرفتي صافي غير اعترف انت اللي قتلتي بنادم واخا عمي انا بوز لك الخواف اعترف امي حياتي المهم شو اخر نمره كنساليو بها بوز دوروه مؤخرا تماطاو عليه بزاف تبرتو تبرميده يا والله الا بداك بداتي تمرمد تقرب بحال بالمود هادي تقرمد انا عجبت تنتوقع تنتوقع وحده في الزوز اما بوز غادي يجمع كلشي وغادي يضربهم شي ضربه ودا عاود كتابه ما غيساليش المهم شوف لا لا شوف اما غيجبتي جبده مقوده غير قد بنادم واما راه النهايه د بوز وصلات اخوتي بوز اخويا راه شوف بوز ما كيتسالاش واخا هو شي كامل عرفنا عليه علاش بوز مقود راه الجزائر وراه كاس دوله لا 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 بوز هذا ما عليناش كارير راه واضحه دابا باش اما غادي يرجع غيبقى يضرب لي بنادم مع الله كر واما راه النهايه د بوز وصلات شوف راه كلشي قال امبراطوريه عنده محل اجل ديالو صافي هذا يكون تسالا وخلي اخوك توفى ولي عهد انا زعما كنبقى ربيتو ديك البسته هو صايه ولا يشطح مع القصه نشوفو فوق يا على اي خوتنا راه الفيديو طلع طويل وكدا وهادي طوبنا معكم العز كومونتيرات وكدا وكديا وما تخافوش بوز غيرجع شي رجع عاوتاني ام رحامين هذا ما كاين الخوتي